تتطلب القراءة الموجهة تقسيماً منهجياً مدروساً من قبل المعلم للغة وبنية النص بهدف تحليل معانيه ومضامينه، كما تستدعي تصميم سلسلة مدروسة من الأسئلة التي تساعد الطلبة على بناء فهمهم النص بأنفسهم، بحيث يركزون عن كثب على ما يقوله الكاتب والغرض من كتابة النص وتنظيمه، ويستلزم ذلك العودة للنص وصبره عدة مرات لأغراض مختلفة بتوجيه من المعلم، من مثل استخراج إجابة بشكل مباشر من النص، أو استخراج الأدلة التي تدعم إجابة محددة، أو التنبؤ بما سيحدث لاحقاً في النص، أو ربما توظيف الاشتقاق ومفاتيح السياق في تهجئة وتحديد معنى كلمة رئيسية في النص. دعونا نشاهد كيف يبدو هذا في غرفة الصف عندما يكون تركيز المعلمة على استنتاج صفات الشخصية الرئيسية في القصة استناداً على أقوالها وأفعالها وآراء الشخصيات حولها. سنقرأ اليوم معاً قصة بعنوان حفلة الدعسوقة، وسنتعرف أصدقاء جدداً قد يشبهوننا في صفاتهم. دعونا نقرأ القصة معاً. تقيم الدعسوقة حفلة هذا اليوم، والدعسوقة حشرة حمراء مرقطة الجناحين ببقع مستديرة سوداء. قالت الدعسوقة في نفسها: يا للمشكلة، يا للمشكلة، سيصل ضيفايا وأنا لست مستعدة للحفلة بعد. هل ترون معي أن الدعسوقة متوترة؟ يا للمشكلة، يا للمشكلة. ربما تكون شخصية تتوتر بسرعة، أو ربما هي شخصية تبحث عن المثالية لأنها تريد أن تكون الحفلة جاهزة حين يصل ضيفاها. ما الذي يمكننا أن نصف به الدعسوقة؟ تفضل يا عمر. أظن أنها مثالية، توترت فقط لأنها لم تنهي التجهيز، ولو أنهت التجهيز كما خططت لما توترت. وجهة نظر منطقية. هل لدى أحدكم رأي آخر؟ ما رأيك يا ليندا؟ أتوقع بأنها شخصية تتوتر كثيراً، فلم يصل الضيفين بعد، ولديها الوقت لتحضر كل شيء. أظن أنها تتوتر، أنها متوترة، وليست مثالية. ربما هي كذلك، من يدري؟ ما رأيك يا شهناز؟ ربما الاثنتين معاً، متوترة ومثالية. ربما، حسناً، سأدون الصفات جميعها ونتابع القراءة، ربما يساعدنا ذلك في اتخاذ قرار حول صفات الدعسوقة، وربما نضيف صفات أو نحذف صفات، من يدري؟ من يكمل القراءة؟ تفضلي يا سجود. ثم انهمكت في تكنيس أرضية منزلها، عادت لتفكر مجدداً، لو كان بيتي كبيراً لدعوت مزيداً من الحشرات، لكنه صغير جداً. والآن ما رأيكم؟ هل الدعسوقة مثالية أم متوترة؟ أم متوترة ومثالية؟ هل يمكن أن نصفها بشيء آخر؟ التفت إلى زميل القراءة وناقش ذلك معه. تفضلوا أيها القراء. ما رأيك يا محمد؟ أظن أنها كريمة لأنها كانت تريد أن تدعو حشرات أكثر لو كان بيتها أكبر. أحسنت، وأنت ما رأيك يا لارا؟ لا أظن أنها متطلبة لأنها تريد بيتا أكبر. أحسنت، جميل. هل توصلتم إلى صفات جديدة للدعسوقة يا عائشة؟ نعم، أظن أنها مثالية لأنها انهمكت في تنظيف البيت، وهي تريد أن يكون كل شيء أكمل وجه حين يصير الضيوف. ما رأيك يا لاني؟ أظنها كريمة، تحب دعوة الآخرين، ومثالية كذلك لأنها تريد أن يكون كل شيء في محله. أيها القراء، أثناء استماعي إلى نقاشاتكم وجدت أنكم ترون الدعسوقة مثالية، ووجدت أيضاً أنكم تميلون إلى أن تصفوها بصفة جديدة وهي صفة الكرم، فهي كريمة.
والآن ما رأيكم أن نتابع القراءة؟ قد نستكشف معا صفات جديدة للدعسوقة، قد نثبت بعض الصفات التي توصلنا إليها، أو قد نغير رأينا في بعضها، أو قد نحذف بعضها. ما رأيكم؟ من يكمل القراءة؟ تفضلي. وما إن وضعت الدعسوقة وعاء النباتات الخضراء حتى سمعت طرقا على الباب، فتحت الباب وقالت: مرحبا أيتها الفراشات. قفزت الفراشتان التوأمان إلى الداخل وحيتا الدعسوقة قائلتين: شكرا على دعوتك إيانا يا دعسوقة. أيها القراء، هل لاحظتم صفة جديدة للدعسوقة أم نتابع القراءة؟ ما رأيكم؟ تفضل يا ياسين. ربما هي كريمة، قد حضرت وعاء من النباتات الخضراء، لابد أن تقدمها للضيوف. استنتاج جيد، أحسنت. دعونا نكمل القراءة. من يكمل؟ تفضل يا إدريس. أرجكت الدعسوقة أن تقدم للفراشتين التوأمين بعض النباتات الخضراء. حين سمعت أحدهم يدق الباب فتساءلت: ترى من الطارق؟ أحسنت، لقد كنت محقا يا ياسين، لقد حضرت بعض النباتات الخضراء للضيوف. هل استنتاجه صحيح؟ هل الدعسوقة كريمة؟ لا. من يرى؟ من يرى أن الدعسوقة كريمة؟ سوف أدون وأؤكد أن هذه الصفة من صفات الدعسوقة. دعونا نكمل القراءة. أجابت الفراشتان التوأمان: نسينا أن نخبرك، لقد دعونا بعض الحشرات الأخرى لتكون حفلتك أكثر متعة. قالت الدعسوقة لنفسها: لا، لا أريد، لا أريد المزيد من الحشرات. والآن ما رأيكم؟ هل تغيرت نظرتكم للدعسوقة؟ نعم. أم تأكدت؟ التفت إلى زميل القراءة وناقش ذلك معه. ما رأيك يا سيدرا؟ لا أظن أنها كريمة، أعتقد يجب أن نمحو هذه الصفة، فلو كانت كريمة لما قالت أنها لا تريد مزيدا من الحشرات. هل توافقينها بالرأي؟ لا أتفق معك برأيي، هي كريمة ولكنها تخشى أن بيتها لا يتسع للمزيد من الحشرات. ما رأيكم أيها القراء؟ هل أمسح صفة الكرم أم ننتظر حتى ننهي القصة؟ في هذا الفيديو طبقت المعلمة القراءة الموجهة مع طلبة الصف الثاني، ومن الممكن توظيف هذا الأسلوب التدريسي مع جميع الصفوف شريطة اختيار نص مناسب للهدف محور التركيز. يمكنكم استخدام الكتب الكبيرة ومشاركة قراءتها مع الطلبة، أو العمل في الكتاب المدرسي بتحديد هدف مسبقاً لمعالجته أثناء القراءة. ولعلكم تتساءلون، ما الفرق بين القراءة الموجهة والقراءة المشتركة؟ مما لا شك فيه أن ثمة أوجه تشابه واختلاف بين الأسلوبين، ولعل أهم اختلاف بينهما أن القراءة المشتركة تركز على تفاعل الطلبة مع النص، بينما تركز القراءة الموجهة على حث الطلبة على التفكير بعمق أثناء قراءته. هل يمكنكم التفكير في درس القراءة القادم وتحديد نقطة محوراً للتعلم وتوجيه التدريس نحوها؟